نعم بالتأكيد بلدة يعبد وكل محافظة جنين تعيش حالة من الألم والحزن، وأيضا في الوقت ذاته الغضب والسخط على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذا الصباح استفاقت بلدة يعبد ومحافظة جنين على فاجعة جديدة وجريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. الشهيد سميح عمارني 37 عاما وهو موظف في وزارة الزراعة وهو المعيل الوحيد لأسرته وعائلته، اليوم يرتقي شهيدا متأثرا بإصابته بعيار ناري في منطقة الرأس، ارتقى شهيدا هذا اليوم متأثرا بهذه الإصابة. وأيضا شاهدنا هذا اليوم بعد وصوله إلى جثمان الشهيد إلى بلدة يعبد وإلقاء نظرة الوداع عليه في منزل عائلته في البلدة، وأيضا أداء صلاة الجنازة في المسجد، ومن ثم مراجعة جثمانه الثرى في المقبرة الشرقية في بلدة يعبد. شاهدنا الالتفاف الوطني الكبير حول قضية الشهيد وقضية شعبنا الفلسطيني، هذه القضية العادلة. وأيضا شاهدنا الوحدة الوطنية التي تجلت بكل صورها بأبهى صورها هنا في بلدة يعبد. نتحدث عن هذا الموضوع مع الأخ راغب أبو دياك منسق فصائل العمل الوطني، مرحب فيك، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة تلفزيون فلسطين نشرة السادسة، تفضل. إذا أهلا وسهلا فيك، تحدثنا اليوم عن وشاهدنا بأم عيوننا هذا الالتفاف الوطني وهذه الوحدة الوطنية التي تكرست في تشييع جثمان الشهيد وفي يعني الاصطفاف على قلب رجل واحد في مواجهة المحتل وجرائمه التي لا تعد ولا تحصى بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم، سماؤنا محتلة، أرضنا محتلة، ليس هناك ما نختلف عليه. اليوم التقينا أمام روح الشهيد التي ارتفعت إلى العلا من أجل أن نحيا بكرامة على هذه الأرض الطيبة الفلسطينية المباركة. خير عهد وخير وفاء نقدمه لشهدائنا الأبرار، الالتفاف حول ما ارتفعوا من أجله إلى العلا. أقول باسم كل فصائل العمل الوطني مستمرين بنضالنا من خلال المقاومة الشعبية وكل أشكال النضال الفلسطيني حتى تحقيق رسالة الشهداء، رسالة الأسرى والمتمثلة بتحقيق الثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نعم، ما المطلوب اليوم أيضا في ظل هذا الالتفاف وهذه الوحدة، ما المطلوب منا ومطلوب من أبناء شعبنا الفلسطيني وأيضا كفصائل العمل الوطني من أجل تكريس هذه الوحدة على أرض الواقع وتعميمها وإنهاء الانقسام من أجل تعزيز الجبهة الداخلية؟ نعم، كما ذكرت في بداية حديثي نقاط اللقاء كثيرة وليس هناك ما نختلف عليه، وما يسمى بتلك المصالحات الداخلة من انقسام وغير مما تعني هذه الكلمة هي عبارات بل مضامين دخيلة على شعبنا الفلسطيني بكل المحطات الوطنية وعلى رأسها رسالة الشهداء الأكرم منا جميعا. انهدمت كل تلك المضامين التي لا تصب إلا في صلب الاحتلال الإسرائيلي وبعيدة كل البعد عن الشعب الفلسطيني. اليوم الشعب الفلسطيني موحدا خلف علمه، خلف رايته، خلف شهدائه، خلف أسراه، وأقول النصر سيكون بإذن الله حليفنا على اعتبار أن الطريق الأوحد لتحقيق أهدافنا هي الوحدة الوطنية الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر الأخ راغب أبو دياك منسق فصائل العمل الوطني في محافظة جنين على هذه المشاركة. أيضا ينضم إلي مشاهدين الكرام في هذه اللحظات معالي وزير رياض العطاري وزير الزراعة، مرحب فيك، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة تلفزيون فلسطين ونشرة السادسة. إذن جنين اليوم وبلدة يعبد تودع شهيدا ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الشهيد هو موظف في وزارة الزراعة. رسالتكم اليوم من خلال طبعا تأديتكم واجب العزاء اليوم لذوي الشهيد. نعم، من أولا نترحم على كل شهداء شعبنا الفلسطيني وعلى زميلنا الشهيد سميح الذي يعني اختار حياته لأن يكون دائما حارسا للأرض الفلسطينية وللغابات الفلسطينية، وأيضا دم قدم دمه لهذه الأرض حتى يكون وفيا لها. حقيقة أنه رحيل الشهيد يعني هو يشعرنا بالخسارة الكبيرة، ولكن ثقتنا وإيماننا المطلق بأن المشروع الوطني ومشروع التحرر والاستقلال يتطلب دائما مزيدا من العطاء. لا شك أن استشهاد
واحدا من موظفي وزارة الزراعة قد ترك أثرا خاصا لدينا، خاصة وأنه يعمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وفي هذه المناسبة أتقدم لجماهير شعبنا، لعائلته، ليعبد القسام التي ارتقى منها مجموعة من الشهداء بالفترة الأخيرة. يعبد دائما شكلت لنا في هذه المحافظة خارطة الطريق نحو الاستقلال ونحو القدس إن شاء الله. نعم. إذن شهيد سميح عمري، موظف في وزارة الزراعة، تحدث عنه ذووه وأقاربه وأحبابه وأصدقائه هنا في بلدة يعبد بأنه كان طيب القلب وكان يعني ذو أخلاق عالية ومرتفع. تحدث أيضا عنه كيف كان موظف في وزارة الزراعة متميز خلال 10 سنوات مضت. نعم، يعني هذا الشهيد الوسيم كان مثالا للأخلاق وللتعاون، وكان مثالا للعطاء، وكما أشرت كان يعني اختار مكان له أن يكون حارسا للأراضي في يعبد، للغابات. وتكريما لهذا الشهيد، اليوم قررت أن تعلن وزارة الزراعة عن إطلاق اسم هذا الشهيد على غابة ومحمية من محميات فلسطين، وإن شاء الله ستكون في منطقة جنين تخليدا لهذا الشهيد ولكل شهداء شعبنا الفلسطيني. نعم، وخاصة أن بلدة يعبد تحديدا وهي محاطة بمستوطنات، ويعني الاستيطان يسرق أراضي بلدة يعبد ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن يفرض سيطرته على هذه البلدة ويعني يسرق من أراضيها قدر الإمكان. اليوم وزارة الزراعة في ظل هذه الظروف، ما الممكن تقديمه من أجل طبعا حماية هذه البلدة وأهل هذه البلدة وطبعا متابعة أمور مواطنيها خاصة المزارعين؟ طبعا كما يعلم الجميع، محافظة جنين بشكل عام تعتبر جزء من خطة العناقيد الزراعية، وبلدة يعبد هي جزء أساسي منها. لدينا على مدار 3 سنوات وهذه السنة بالتحديد مجموعة من الأنشطة التي ستؤمن أولا يعني صمود المزارع، وقد قررنا فتح العديد من الطرق الزراعية واستصلاح العديد من الأراضي الزراعية. هذا مشروع العناقيد هو المشروع في مواجهة الاستيطان، كلما زرعنا شجرة حافظنا على مكانتها، ولذلك وزارة الزراعة اليوم تقوم فعلا بمشروع وطني تنموي كبير، هدفه الأساسي هو يعني وقف زحف الاستيطان وتعزيز صمود مزارعينا وأهلنا. ومنطقة يعبد هي منطقة محاطة بالمستوطنات، ولذلك هي هدف رئيسي، ومن هذا الموقع أعطينا ليعبد مكانة خاصة في خطتنا في محافظة جنين. شكرا جزيلا الشكر للأخ رياض عطاري وزير الزراعة على هذه المشاركة. إذن مشاهدينا الكرام، نتواصل وإياكم في هذه نعم. الصورة من بيت عزاء الشهيد سميح عمارني، حيث يأمه الآلاف من أبناء محافظة جنين ومن خارج المحافظة، ما أيضا حضر محافظ جنين وقادة الأجهزة الأمنية الآن لأداء واجب العزاء. هناك كلمة أيضا لمحافظ جنين في رثاء الشهيد، وأيضا تعبر عن الحالة الوطنية والغضب والسخط على جرائم الاحتلال لسيلة لا تعد ولا تحصى.